إلى ضيفنا من جنيف رياض الصيداوي، رئيس المركز الوطني للنشر والأبحاث العربي. أهلا بك أستاذ رياض. يعني في إطار السياق هذا الحديث دائما عن ما وصف بصفقة مفترضة أدت إلى هذا الإقرار السعودي، ربما نقطة لافتة جاءت اليوم بعد هذا الإقرار، وهي الإعلان أن العاهل السعودي عين نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيسا للجنة وزارية ستكلف ربما بمجموعة من معاقبة، إنجاز التعبير، معاقبة لهؤلاء الأشخاص الواقفين وراء مقتل جمال خاشقجي. وبالتالي كانت ربما صفعة لمن كان يعتقد أو كان ينتظر أن هذه القضية ستجهز على كل ما أتى به محمد بن سلمان من صورة إصلاحية ومن ربما ملك مقبل للسعودية، أليس كذلك؟ نعم طبعا، السعودية معروفة ملكية استبدادية مطلقة في القانون الدستوري، لا يوجد فيها فصل سلطات، السلطة القضائية التشريعية كلها ممركزة في يد واحدة وهي الملك الآن ابنه محمد بن سلمان. ثم البيان الذي اعتمد أول نقطة طبعا أنت نفسك ذكرتيها، وهو بعد 17 يوم من النفي المطلق أن جمال خاشقجي خرج من القنصلية، قالوا أكدوا أنه خرج من القنصلية. ما يهمني ليس فقط تصريح القنصل السعودي في اسطنبول، وإنما محمد بن سلمان نفسه، وعن التسجيل للتلفزيون بلومبرغ يقول بالحرف الواحد هذا الرجل دخل إلى القنصلية وخرج منها. إذن بعد 17 من يوم نفاجأ بأنه دخل ولم يخرج. ثم الأكثر من ذلك، نفس البيان الذي ورد في التلفزيون السعودي يقول معركة بالأيدي. أنا أتساءل، هل أن جمال خاشقجي بطل عالمي في الكونغفو؟ هل أن جمال خاشقجي بطل عالمي في الكاراتيه؟ هل أن جمال خاشقجي بطل عالمي في الملاكمة؟ الرجل معروف يعني أكثر من 50 سنة وجسمه غير رياضي، ضد من؟ ضد 18 ضابط مخابرات ومن الحرس الملكي ومفتولي العضلات. إذن حتى إن حدثت معركة فهي ليست معركة متكافئة وإنما مجزرة بأتم معنى الكلمة. ثم الطائرتان اللتان جاءتا، ثم سيارة خرجت من القنصلية وذهبت إلى غابة اسطنبول ثم خرجت منها، ثم الحديث عن منشار، السلطات التركية تقول منشار أو التسريبات، وتركيا نعم لعبت بشكل ذكي جدا، لأن المخابرات التركية قطعا ويقينا تمتلك المعلومات الصحيحة الأولى منذ الساعات الأولى، لكنها تسرب للإعلام في اتجاه ضغط على المملكة العربية السعودية شيئا فشيئا، ولتستفيد هي من صفقة كبرى يمكن أن تحدث. هي لديها معلومات، هذه المعلومات متأكد أن أعطتها لنظرايا في إطار التعامل الاستخباراتي الدولي، أعطتها لنظرايا الأمريكيين على الأقل وربما الفرنسيين والبريطانيين. لهذا رأينا ترامب يقول منذ أكثر من أسبوع نعم لقد قتل، يبدو أنه قتل. إذن الرواية السعودية لا يمكن الاحتكام إليها لسببين أساسيين، أولا لا توجد معركة بالأيدي، هذه مسألة تثير الضحك أكثر منها تثير الجدية. ثانيا، ما سر هذا الجزم المطلق بأن الرجل خرج وفجأة الرجل لم يخرج؟ أن يتولى شخص مثل محمد بن سلمان هذه اللجنة، فطبعا اللجنة ليس لديها أي مصداقية. الأكثر من ذلك، تم التضحية بشخصين، سعود القحطاني وأحمد عسيري. أحمد عسيري هو مساعد جهاز استخبارات يعرفوه كالناطق باسم قوات التحالف في اليمن. سعود القحطاني صديق قديم لمحمد بن سلمان، وهو برتبة وزير مستشار في الديوان الملكي. سعود القحطاني سأعطيك تغريدة غردها ماذا قال فيها، ويجيب واحد يتناقش مع شخص آخر، عندي التغريدة الآن ممكن السادة المشاهدين يشوفونها في تويتر. وتعتقد أنني أقدح من رأسي دون توجيه؟ أنا موظف ومنفذ لأوامر سيدي الملك وسموه سيدي ولي العهد الأمين. هذه التغريدة بتاريخ 17 أغسطس 2017 على الساعة 6 بعد الظهر. إذن سعود القحطاني مستحيل يفعل أي شيء دون طلب أو أمر من محمد بن سلمان. وربما نطرح السؤال هنا على ضيفنا من الرياض المحلل السياسي، فالأمريكي ربما أكثر وضوح، أكثر التباسا عفوا، لأنه هناك موقف الكونغرس وموقف الرئيس الأمريكي متضاربين متباينين، لكن المواقف الأوروبية في الساعات الأخيرة كانت معظمها على الأقل أو ما خرج منها يقول إنه يبحث عن رد فعل، أي رد فعل برأيك يمكن أن يكون كعقاب للسعودية لكن يحفظ المصالح، مصالح هذه الدول مع السعودية؟ هو رد الفعل بدأ، تعرفين قريبا جدا سيحدث دافوس الصحراء السعودية،
بالضبط قريبا جدا. إذن الدول الأوروبية والبنوك الأوروبية والمؤسسات الاستثمارية كلها قاطعت هذا المؤتمر، لن تذهب. ماكرون أتى بتصريح أعتقد البارحة أو قبل البارحة، قال لن نزور ولن نذهب إلى السعودية. ترامب قال كنت ما زلت أعرفه الآن محمد بن سلمان، وترامب الذي هدد يجب أن نربط الأمور بعضها قبل أسابيع قليلة محمد سلمان، وقال بالحرف الواحد هاتفت الملك سلمان وقلت له بدون حمايتنا ستسقطون في ظرف أسبوعين فقط، ويطلب أموال ومزيد من الأموال. لأنه ما حدث رأوا ثم فرق كبير بين الرأي والرأي حر وبين الخبر والخبر المقدس. الرأي حر أي إنسان يعطي رأي، الخبر المقدس لماذا؟ لأنه ثم خمسة أسئلة يجب الإجابة عليها: من، متى، أين، كيف ولماذا؟ من هو جمال خاشقجي؟ متى منذ 17 يوم؟ أين في مقر القنصلية السعودية؟ أنا سوف أقاطع كل الإعلام التركي وسوف أقاطع كل الإعلام الأمريكي والغربي واشنطن بوست، سأكتفي فقط بالإعلام السعودي، سأكتفي فقط ببيان أمن الدولة السعودي. حينما يقول اشتباك بالأيدي قتل، سؤالي بسيط جدا: أين هي جثة جمال خاشقجي؟ أين هي جثة جمال خاشقجي؟ لأنه بدون جثة لا توجد جريمة ولا يمكن اعتراف بالجريمة. أين هي هذه الجثة؟ فقط السؤال بسيط جدا للإجابة على واضح الفكرة أستاذ رياض. فهم الخبر المخزن. بالتالي الدول الغربية بدأت تتراجع. عودة إلى سؤالك، كندا كما تعلمين قطعت علاقاتها. واضح الفكرة أستاذ رياض. ربما أعود ألمانيا والسويد نفس الشيء. أعود إلى زميلي.